السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الميت وهو صامت في المنام. صمت المتوفي لا يعني أبدا أنه غير راضي عن الحالم، وقد تكون الرؤيا مبشرة وتشير إلى أحداث مفرحة وأخبار بهيجة، لكن لا بد أن تتوفر بعض الشروط في الرؤيا لتكون مبشرة. فلو كان يرتدي ثيابا جميلة ولونها أبيض، فالحلم يدل على النجاح الذي سيعيش الحالم في دراسته أو تجارته أو حياته الشخصية. رؤية الميت صامت في المنام تدل على نيل الحالم مكانة عالية عن قريب. إذا كان هذا المتوفي مبتسما ويرتدي ملابس لونها أسود، كما أن نفس المشهد يؤكد حصول الحالم على شهرة كبيرة بين الناس. رؤية الميت صامت في المنام ترمز إلى تحقيق رغبات الحالم إذا ظهر في الحلم بملابس لونها أزرق فاتح. لو الميت ظهر في الحلم وهو صامتًا وكان يحمل في يده صحن مليء بالفاكهة الطازجة وأخذه الحالم منه وتناوله حتى شعر بالشبع، فهذا الحلم يدل على رؤية مبشرة بقضاء حاجة الحالم ونجاحه في عمله وحياته بشكل عام. ويقول ابن سيرين: إذا شاهدت أن الميت يأتي إليك وهو صامت، فهذا قد يدل على رغبته في الاطمئنان عليك إذ لم يأخذك معه. وعندما ترى أنك تجلس بجانب أحد الأشخاص المتوفيين القريبين منك وكان صامت وغير قادر على الحديث، فهذه الرؤية تدل على حاجة هذا الشخص إلى الصدقة والدعاء. لكن إذا بدأ في الحديث معك، فهذه الرؤية تدل على الخير الكثير وعلى فتح العديد من أبواب الرزق أمام الرأي. رؤية شخص ميت صامت في المنام وهو غير معروف بالنسبة لك ولكن كان يبتسم هي رؤية محمودة وفيها إشارة على تحقيق الأهداف في الحياة، وكذلك تدل على أنك تسير في الطريق الصحيح. إن كان الميت عابس وحزين، فهذه الرؤية تدل على المشاكل الكثيرة في الحياة وتدل على الفشل وعدم القدرة على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها. يقول ابن سيرين: إذا رأت العزباء أن والدها المتوفي يأتي إليها في الحلم وكان صامت لا يريد التحدث معها، دلالة على أن الفتاة ترتكب شيئا ما في حياتها والميت غير راض عنها. وعندما تشاهد أن والدها الميت يأتي من أجل السلام عليها أو المصافحة، تدل على مكانة الميت في الدار الآخرة. عناق الأب الميت أو الشخص الميت في الحلم هي رؤية محمودة وتدل على طول عمر الرائي وعلى حدوث البركة في الحياة بصورة عامة. تفسير رؤية الميت صامت في منام المتزوجة. يقول فقهاء تفسير الأحلام: إذا رأت المتزوجة أن والدها الميت يأتي إليها من أجل الزيارة وهو صامت، يدل على رغبته في الاطمئنان عليها وعلى أحوالها مع زوجها. إذا كانت المتزوجة ترغب في الإنجاب ورأت شخصا متوفيا صامتا ونظرته كانت مليئة بالسعادة، فيدل على إنجابها قريبا بإذن الله. لو كان المتوفي صامتا في الحلم والحالمة قامت باحتضانه، فالمشهد يشير إلى قدوم أموال كثيرة لها من خلال هذا المتوفي، أي أنها ستنال ميراثا كبيرا عن قريب. صمت المتوفي في منام المتزوجة قد يشير إلى الخير إذا كان نظيفا وملابسه جميلة وأعطاها نقودا في الحلم ثم تركها وغادر. رؤية الميت صامت في منام الحامل. رؤية المرأة الحامل شخص ميت وهو صامت ولا يتحدث معها، رؤية تعبر عن السلامة والنجاة بصورة عامة. لو الميت ظهر في منام الحامل وكان صامتا وأعطاها ورقة مكتوب عليها اسم مولود، فالمشهد مبشر، وعلى حسب نوع الاسم سيتم معرفة ونوع الجنين. فلو كان الاسم مكتوب أحمد محمد، بإنجابها مولود ذكر وسيكون صالحا وأخلاقه رفيعة. ولو كان الاسم مكتوب فاطمة أو زينب، فالحلم يومئ بأنها سوف تنجب طفلة مطيعة وبارة بوالديها. رؤية الزوج الميت في المنام وهو صامت. المتزوجة لو رأت زوجها المتوفي حزينا وصامتا في الحلم، فدلالة المشهد تومئ بأنها مقصرة في تربية أطفالها، كما أنها لا تقوم بزيارة أهله في الواقع. لو الحالمة كانت حامل في اليقظة وتوفى زوجها قبل نهاية فترة الحمل وشاهدته في المنام وهو صامت ومبتسم وكان وجهه مشرقا، فالحلم يومئ بأنها سوف تكتمل فترة حملها على خير. لو الحالمة شاهدت زوجها المتوفي وهو صامت ولكنه زارها وكان معه المأكولات الطازجة والملابس الجديدة وأعطاها نقودا كثيرة وغادر المنزل، فالحلم يومئ بأن الله سيعوضها عن فقدان زوجها وسيرزقها بالمال والجاه والرزق الوفير، وأولادها سيكونون صالحون وسيمنحوها الحب والاحتواء. إذا رأيت في منامك الأم المتوفية تأتي إليك وكانت صامتة ولكنها مبتسمة، يدل على الخير وعلى البركة في الحياة. إن كانت حزينة، فهذه الرؤية تدل على متاعب في الحياة. وإلى هنا
تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.